ساعات قليلة بتفصلنا عن النهائي الحلم الأهلي في مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. مباراة الإياب، مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية مقابل هدف، كان سجل ثنائية النادي الأهلي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا. قبل ساعات من المباراة في حيرة عند الجهاز الفني للنادي الأهلي، خصوصا عند مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق ومعاونيه، حول ثلاث مراكز في تشكيلة النادي الأهلي، والثلاث مراكز دول عمل معاها مارسيل كولر ومعاونيه أربع سيناريوهات. إيه المشكلة؟ المشكلة إن في بعض الفكر عند مارسيل كولر إن هو يزود لاعب رابع في نص ملعب النادي الأهلي. خلونا نقول الأربع سيناريوهات اللي بفكر فيها مارسيل كولر ومعاونيه. السيناريو الأولاني هو إن النادي الأهلي يبدأ المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب. بالتأكيد مباراة الذهاب كان التشكيل فيها في حراسة المرمى مصطفى شوبير، لكن بالتأكيد في استقرار على إن اللي هيحرس المرمى هو محمد الشناوي، أمر طبيعي بعد ما عاد من الإصابة. دفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، في اليمين محمد هاني وفي الشمال علي معلول، في قلب خط النص أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، في اليمين بيرسي تاو، في الشمال حسين الشحات، وفي المقدمة محمود عبد المنعم كهربا. وزي ما بقول لكم السيناريو الثاني اللي كولر بيفكر فيه هو انه يدفع بلاعب رابع في منطقة خط الوسط، وتحديدا عمرو السولية او الجزائري احمد القندوسي. في هذه الحالة هيقود هجوم النادي الاهلي بيرسي تاو ومعاه حسين الشحات، وهيقعد محمود عبد المنعم كهربا على دكة البدلاء، هيلعب في مركز رأس الحربة بيرسي تاو. السيناريو الثالث هو الدفع بيه حسين الشحات في مركز الجناح اليمين، يجيبه من الشمال ويوديه في اليمين، ويخلي احمد عبد القادر هو اللي في الجناح الشمال، وبيرسي تاو هو اللي يلعب راس حربة مش محمود عبد المنعم كهربا. السيناريو الرابع هو الدفع بيه تاو في مركز الجناح اليمين وحسين الشحات في اليسار، وفي المقدمه مكان محمود عبد المنعم كهربا يلعب محمد شريف. تدريبات النادي الاهلي قبل سفر النادي الاهلي مباشره يومي الاربعاء والخميس، مارسيل كولر جرب فيها السيناريوهات الاربعه. كولر بيميل ان هو يدفع بيه اربع لعيبه في خط الوسط، بينما الجهاز المعاون لكولر بيرى ضروره الدفع بيه محمد شريف بديلا لكهربا. ده التغيير الوحيد في تشكيله النادي الاهلي، مع بقاء بيرسي تاو في الناحيه اليمنى وحسين الشحات في الناحيه اليسرى. لو اعتمدنا على التشكيل اللي يفضله مارسيل كولر هيكون تشكيل النادي الاهلي بعد ساعات قليله باذن الله: محمد الشناوي في حراسه المرمى، في الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم ومحمد هاني، دول ما فيهمش اي مشكله في استقرار عليهم. خط الوسط عمرو السوليه او احمد قندوسي، الوي ديانج، حمدي فتحي ومروان عطيه، وفي المقدمه حسين الشحات وبيرسي تاو. واذا لجأ كولر لراي الجهاز المعاون سيكون التشكيل الاقرب كالتالي: محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، دول ما فيهمش اي مشكله زي ما قلنا لحضراتكم. النص حمدي فتحي ومروان عطيه واليو ديانج، على اليمين بيرسي تاو، وعلى الشمال حسين الشحات، وفي المقدمه المهاجم محمد شريف كبديلا لمحمود عبد المنعم كهربا. ده التشكيل اللي بيميل اليه الجهاز المعاون لمارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. على اي حال مهما لعب النادي الاهلي باي تشكيله، اي 11 داخل ارض الملعب باذن الله هيكونوا جادرين برفع الكاس في النهايه. النادي الاهلي بيخوض هذه المباراه ثالث مره، بيواجه الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا. 2017 فاز الوداد المغربي، 2022 فاز الوداد المغربي، 2023 باذن الله بالتاكيد بالتاكيد قول يا رب يفوز النادي الاهلي ويعود من جديد الاميره الافريقيه لاحضان النادي الاهلي في خزائنها الطبيعيه، الاميره الافريقيه رقم 11. النادي الاهلي بدا يومه النهارده، اللعيبه صحيت في الميعاد الطبيعي، عملوا تدريبات بدنيه محدوده في الجيم لمده 60 دقيقه، بعد كده كان في محاضره من مارسيل كولر للاعبين. النادي الاهلي باذن الله هيلعب بالزي الاحمر بالكامل، بينما يخوض الوداد المغربي المباراه بالزي الابيض. المباراه هتكون بقياده الحكم الاثيوبي باملاك تسيما، وربنا يستر. طبعا المدير الفني البلجيكي للوداد المغربي فاندن بروك شغال كويس قوي بالحرب النفسيه مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجهاز الفني للنادي الاهلي، وفاكر ان ده هيجيب نتيجه مع النادي الاهلي. فاندن بروك مره يقول لك ان ظهير المترجي مستحيل يشارك في هذه المباراه، بعد كده نفاجئ بقائمه الوداد المغربي المتواجد فيها بشكل طبيعي نجم الفريق الاول ظهير المترجي. الكلام اللي طالع من المعسكر بتاع الوداد المغربي ان اللاعب عنده اصابه بالفعل،
وممكن يشارك في جزء من المباراة، وبالتالي غالبا هيختزله المدير الفني على دكة البدلاء ويدفع بيه اذا احتاجه حسب مجريات احداث المباراة. برضو المدير الفني بيتكلم ان النادي الاهلي كبير وخبراته اكبر مننا ومش عارف ايه، لكن لما المباراة الذهاب انتهت اللهجة بتاعته اتغيرت، بيقول احنا الاقرب للفوز، المباراة على ارضنا، احنا بنملك الافضلية. المدير الفني بتاع النادي الاهلي خبراته اكتر مني، لكن انا خبراتي في افريقيا اكبر منه. مفيش اي حاجة من الكلام ده هتحصل يا عم فاندن بروك. في النهاية باذن الله الاهلي هيعود بالاميرة الافريقية رقم 11، المباراة بكرة باذن الله على ملعب مركب محمد الخامس الساعة 10 مساء. النادي الاسماعيلي بقيادة اللواء ابو بكر الحديدي بيتجه لتعيين الكابتن احمد العجوز في منصب مدير الكرة داخل الجهاز الفني بالنادي الاسماعيلي. طبعا بعد هزيمة النادي الاسماعيلي الاخيرة امام طلائع الجيش تفجرت الامور داخل مجلس ادارة النادي الاسماعيلي. طبعا النادي الاسماعيلي جمد مستحقات اللاعبين وبيقول انه وافق على طلب الجهاز الفني كابتن حمزة الجمل بتعيين مدير للكرة، رغم ان احنا عارفين ان كابتن حمزة الجمل رفض وجود الكابتن حسني عبد ربه في الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي زي ما كان معاه السنة اللي فاتت، لانه قال انه مش محتاج مدير للكرة. علشان كده كان بالنسبة لي البيان يقول ان كابتن حمزة الجمل هو اللي طالب مدير للكرة امر غريب. خلونا نتجاوز هذه المنطقة، الناس بتقول ان كابتن احمد العجوز هيعين كمدير للكرة بصلاحيات فنية يتدخل فيها في قرارات او في بعض الامور الفنية اللي تخص الفريق مع الكابتن حمزة الجمل. من ناحية اخرى مجلس الادارة بيؤكد ان وجود كابتن احمد العجوز هيكون عشان يتفرغ الكابتن حمزة الجمل تماما للامور الفنية ويترك اي امور اخرى لمدير الكرة كابتن احمد العجوز المعروف بالحزم والحسم مع اللاعبين لاتخاذ ما يراه مناسب مع اللاعبين. طبعا كابتن احمد العجوز كان بيقود نادي كهرباء الاسماعيلية، تقدم لهم في الساعات الماضية باعتذار علشان يدخل في الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي. طبعا كابتن احمد العجوز دائما وابدا بيلبي نداء النادي الاسماعيلي وقت ما يحتاجه. كابتن احمد العجوز شخصية قوية، وجوده هيبقى باذن الله مفيد للعيبة النادي الاسماعيلي، لكن ارجو من مجلس الادارة حسم الموضوع ما بين كابتن حمزة الجمل وكابتن احمد العجوز. وانا كنت بتكلم في الكلام ده مع احد اهم المتابعين عندي استاذ مرسي، كنت بقول له يا استاذ مرسي يعني انا قلقان من وجود كابتن احمد العجوز والكابتن حمزة الجمل ويبقى في تداخل في الاختصاصات الفنية، عشان كده بطالب بمجلس ادارة النادي الاسماعيلي بحسم هذا الموضوع قبل ما يتم الاعلان رسميا عن الكابتن احمد العجوز كمدير للكرة داخل النادي الاسماعيلي. القرار حتى الان لم يصدر رسميا. الاسماعيلي عنده باذن الله مباراة مصرية امام اسوان 29/6 بالتوفيق للدرويش. لو اول مرة تشوفني ادعمنا، اشترك في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك للفيديو. انديتنا الجماهيرية اولا وفوق الجميع، اشوفك على خير، شكرا ليكم، سلام عليكم.